السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم درس جديد، وهو كيفية زيادة حدة أو وضوح الصورة. أول حاجة هعمل كابل اللاير، هضغط كليك يمين، وهعمل convert to smart object، تحويل إلى كائن ذكي. بعد كده هختار فلتر، من فلتر هختار other، من other هختار هاي باس. طبعا انا هعمل ريديوس الحدة زي ما انا عاوز، بس انا هختار هنا 5. بعد كده هضغط اوكي، هروح على الثلاث شروط اللي فوق بعض، هضغط دبل كليك، هختار هنا المود، هختاره اوفرلاي. بعد كده هعمل اوكي. ادي الفرق قبل وبعد. يا رب يكون استفدتم من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.